طيب خليني اعطيك هذه الجزئيه وبعد كذا اكمل. لهم نكهه. ذكرت الاستاذ ابو يارا لما صب القهوه، هذا شاعر كان في الطياره وكانت جالسه قريب منه واحده متغطيه، فيقول الشاعر يعني المضيف بيصب لنا القهوه، كيف هذه حتشرب القهوه؟ فهي كشفت لما صب لها القهوه كشفت، فيقول كشفت لترشف قهوة عربية سلام. فإذا الدجى صبح طري المنهل لا لن أخض يدي سأشرب دلة إن كنت في فنجانها ستصب لي. يا سلام يا سلام يا مرحبا، شكر الله لك يا شيخ. أقول لك يوم من الأيام رجعت البيت وكنت